السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العنصر الأساسي الثاني المكون لبرنامج الحماية التنفسية هو الاكتشاف المبكر لمخاطر العدوى التنفسية. المحتوى: أولاً، إجراء تقييم لمخاطر العدوى التنفسية. ثانياً، الاكتشاف المبكر للمرضى الذين يعانون من الأمراض التنفسية المعدية. ثالثاً، الاكتشاف المبكر والتحكم في مصدر العدوى بالمرضى ذو الأمراض التنفسية المعدية. رابعاً، نقل المرضى المشتبه بإصابتهم أو المؤكدة بالأمراض التنفسية المعدية. خامساً، طريقة جمع والتعامل مع عينات الجهاز التنفسي. تقييم مخاطر العدوى التنفسية بالمنشأة الصحية: يجب على كل مرفق من مرافق الرعاية الصحية إجراء تقييم لمخاطر العدوى التنفسية لتحديد وتقييم تعرض الأفراد المحتمل للمخاطر ومدى التعرض وما يترتب على ذلك من اختيار التدابير اللازمة لحماية العدوى التنفسية. وينبغي أن يحدد التقييم احتمال حدوث العدوى التنفسية ومستوى التعرض لمخاطرها، وبناء عليه يمكن تطبيق الاحتياطات الوقائية من العدوى التنفسية. الاكتشاف المبكر للمرضى الذين يعانون من الأمراض التنفسية المعدية: أولاً، الفرز التنفسي. ثانياً، مسار المرضى ذوي الأعراض التنفسية. ثالثاً، الاكتشاف المبكر والتحكم في مصدر العدوى بالمرضى ذو الأمراض التنفسية المعدية. رابعاً، نقل المرضى المشتبه بإصابتهم أو المؤكدة بالأمراض التنفسية المعدية. خامساً، طريقة جمع والتعامل مع عينات الجهاز التنفسي. الاكتشاف المبكر والتحكم في مصدر العدوى بالمرضى ذو الأمراض التنفسية المعدية: يجب أن يكون لكل مرفق من مرافق الرعاية الصحية آلية للاكتشاف المبكر للأمراض التنفسية المعدية وفحصها وعمل الفحوصات اللازمة وتقييمها، وخاصة تلك التي تنتقل عبر الرذاذ التنفسي والأمراض المنقولة عن طريق الهواء. احتياطات العزل الرذاذي: يجب على الزوار مراجعة مكتب التمريض قبل الزيارة. على جميع الممارسين الصحيين والزوار اتباع التالي: قبل دخول الغرفة أو منطقة المريض، أولاً، ممارسة نظافة الأيدي. ثانياً، ارتداء الكمامات الطبية. قبل الخروج من غرفة المريض أو منطقة المريض، أولاً، يتم خلع ملتزمات الوقاية الشخصية والتخلص منها في حاوية النفايات الطبية. ثانياً، ممارسة نظافة الأيدي. احتياطات العزل الهوائي: يجب على الزوار مراجعة مكتب التمريض قبل الزيارة. على جميع الممارسين الصحيين والزوار اتباع التالي: قبل دخول الغرفة، أولاً، ممارسة نظافة الأيدي. ثانياً، ارتداء الكمام التنفسي عالي الكفاءة. قبل الخروج من غرفة المريض، يتم خلع ملتزمات الوقاية الشخصية ما عدا الكمام التنفسي عالي الكفاءة والتخلص منها في حاوية النفايات الطبية. بعد الخروج من غرفة المريض، أولاً، يتم خلع الكمام التنفسي عالي الكفاءة والتخلص منها في حاوية النفايات الطبية. ثانياً، ممارسة نظافة الأيدي. الفرز والمسار التنفسي: هي طريقة فحص بسيطة للكشف المبكر عن المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية. أيضاً، هو نظام فرز يسجل النقاط حسب نموذج الفرز لتنبيه العاملين في مجال الرعاية الصحية في أقسام الطوارئ ووحدات غسيل الكلى لوجود أعراض تنفسية لدى المرضى، مع الالتزام بمسار معين لهؤلاء المرضى. يهدف الفرز التنفسي والمسار التنفسي إلى تطبيقهما بشكل إلزامي على مرافق الرعاية الصحية التي تستقبل المرضى المشتبه أو المؤكد إصابتهم بالأمراض التنفسية المعدية. البنية التحتية اللازمة لفرز الأمراض التنفسية المعدية: أولاً، مكتب أو محطة في النقطة الأولى في مدخل قسم الطوارئ. ثانياً، ضمان توفر الأقنعة الطبية ومحلول فرك اليدين الكحولي في مكتب فرز الجهاز التنفسي، ويجب على عامل الرعاية الصحية المعين في محطة الفرز أن يطلب من المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية ارتداء قناع الوجه الطبي
وممارسة تطهير اليدين قبل الدخول إلى المسار التنفسي. ثالثا، توفر ملصق يوضح إلزامية المرور بمنطقة الفرز البصري. مسار الجهاز التنفسي، منطقة الانتظار، منطقة منفصلة تستخدم فقط لحالات الجهاز التنفسي المشتبه بها وتكون ذات تهوية جيدة. يجب أن تبقى منطقة الانتظار خالية من المعدات أو الأثاث الغير ضروري. يجب توفير منطقة انتظار الجهاز التنفسي وتشتمل على: أولاً، كراسي سهلة التنظيف ثابتة للحفاظ على التباعد الاجتماعي الآمن مع مسافة بينهم تبلغ 1.5 متر. ثانيا، مواد تثقيفية، منشورات أو شاشات حول آداب السعال. ثالثا، مستلزمات تطهير اليدين وحاوية النفايات العادية. مسار الجهاز التنفسي. عيادة الجهاز التنفسي هي عيادة أو عيادات محددة في المسار التنفسي في قسم الطوارئ لفحص المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية وفقا للفحص في الفرز التنفسي. يجب تزوية عيادة الجهاز التنفسي بلوازم نظافة اليدين: محلول فرك اليدين الكحولي، حوض غسل اليدين مع توفر المستلزمات الخاصة به والمنشورات التعريفية. بعد التقييم السريري من قبل الطبيب، سوف يقرر ما إذا كان المريض يستوفي تعريف الحالة أم لا. وفقا لذلك، إذا لزم الأمر، سيتم أخذ مسحة في غرفة عزل الضغط السلبي. إذا لم تكن متوفرة، يمكن استخدام غرفة مع جهاز الهيبا فلتر متنقل. نقل المرضى المشتبه إصابتهم أو المؤكد بالأمراض التنفسية المعدية. تجنب عدم خروج أو نقل المرضى خارج غرفهم إلا إذا لزم الأمر طبيا. استخدام جهاز تصوير الصدر المتنقل، جهاز الأشعة السينية النقال. إذا كان نقل المرضى ضروريا، فاستخدم طرق النقل المحددة مسبقا مع حركة مرور أقل لتقليل التعرض للموظفين والمرضى الآخرين والزوار. أثناء النقل، يجب أن يطلب من المريض ارتداء قناع جراحي إذا كان ذلك ممكنا سريريا، واتباع تعليمات وآداب السعال. يجب استخدام البطاقات التعريفية الملونة المعتمدة أثناء النقل. كروت النقل للمرضى تحت احتياطات العزل الهوائي والرذاذ التنفسي. العزل الهوائي: أولاً، إبلاغ القسم المستلم، التشخيص ونوع العزل. ثانياً، يجب أن يتم تحضير المريض للنقل كما يلي: أن يستخدم المريض الكمام الجراحي العادي أثناء نقله، تثقيف المريض عن العناية التنفسية، آداب السعال. يجب على الممارس الصحي ممارسة نظافة الأيدي بعد الانتهاء من نقل المريض. ثالثا، يجب على الممارس الصحي استخدام الكمام التنفسي عالي الكفاءة N95 أثناء عملية النقل. رابعا، يجب على الممارس الصحي تطهير السرير أو الكرسي المتحرك المستخدم لنقل المريض بعد النقل باستخدام المطهرات المعتمدة في وزارة الصحة. العزل الرذاذي: أولاً، إبلاغ القسم المستلم، التشخيص ونوع العزل. ثانياً، يجب أن يتم تحضير المريض للنقل كما يلي: أن يستخدم المريض الكمام الجراحي العادي أثناء نقله، تثقيف المريض عن العناية التنفسية، آداب السعال. يجب على الممارس الصحي ممارسة نظافة الأيدي بعد الانتهاء من نقل المريض. ثالثا، يجب على الممارس الصحي استخدام الكمام الجراحي العادي أثناء عملية النقل في حالة عدم إمكانية ارتداء المريض للكمام الجراحي الطبي العادي. رابعا، يجب على الممارس الصحي تطهير السرير أو الكرسي المتحرك المستخدم لنقل المريض بعد النقل باستخدام المطهرات المعتمدة في وزارة الصحة. جمع عينات الجهاز التنفسي والتعامل معها. عينات الجهاز التنفسي هي عينات البلعوم الأنفي أو البلعوم الفموي أو البلغم. يجب أن تتم هذه العينات في غرفة ضغط سلبي أو غرفة مفردة مع جهاز هيبا فلتر متنقل. طرق جمع العينات: جمع عينات الجهاز التنفسي العلوي، أولاً مسحات البلعوم الفموي أو البلعوم الأنفي. ثانياً، غسل أو شفط البلعوم الأنفي.
جمع عينات الجهاز التنفسي السفلي، البصاق، شفط القصبة الهوائية، سائل غسل الشعب الهوائية أو سائل الغشاء البلوري. يجب إغلاق الباب في جميع الأوقات أثناء جمع عينات الجهاز التنفسي. يجب أن تكون الأرضية مصنوعة من مواد يمكن تنظيفها بسهولة، ويفضل أن تكون من الفينيل وبدون تشققات. من الناحية المثالية، يجب أن يكون الأثاث مصنوعا من الصلب الذي لا يصدى أو مادة أخرى سهلة التنظيف والتطهير. أحواض غسيل اليدين المجهزة بالصابون السائل والمناشف الورقية ومزعات فرك اليدين الكحولية. يجب أن تكون معدات الحماية الشخصية متاحة ويمكن الوصول إليها. يجب أن يتم توفير محلول المطهر للأسطح البيئية أو المناديل المبللة. يجب أن تتوفر حاويات النفايات الطبية مع أكياس النفايات الطبية داخل غرفة جمع العينات التنفسية. ينبغي تدريب جميع العاملين على الاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية والتقنيات المختلفة لجمع عينات الجهاز التنفسي. شكرا على حسن استماعكم.